السلام عليكم ورحمة الله. اليوم غنشوفوا لاناليز ديال لا بيرو دولار بور لا سيمين ديال لو 11 حتى لو 16 يوليوز 2022. لا بيرو دولار كما تشوفوا سور لو غرافيك il évolue toujours dans un canal baissier. وهاد السيمانه وصلت لاباريتي اللي كنا تنتظروها. دونك الى ميم ديسوندو نزلت قل من لاباريتي. دونك وصلت لواحد لو شيفر اللي هو 0.99521. هذا الشيء من بعد ما تنشرت تنشروا معلومات على النهار الاربع على لي بي سي امريكان لانديس دي بري على كونسوماسيون اللي خرج اكثر من التوقعات. خرج ب 3.1 و تيبين كوم كوا ليفولوسيون ديال ولا لوغمونتاسيون دي بري في لو موا دو جوان وصلت ل 9.1%. يعني كاين اون انفلاسيون اللي هي اللي حطمت رقم قياسي. هذا الشيء تيزيد في الحظوظ عند المستثمرين. تيفكروا بان تيكون حظوظ اكبر باش لافيد البنك المركزي الامريكي يزيد في لي تو دانتيغي باش يحد من هاد التضخم. يعني ملي لا بونك غادي تطلع لي تو دان لي تو دان تري يعني لا موني غادي تزيد تقوى. يعني الدولار غادي يزيد تقوى, بالتالي غادي تنقص شويه لا كونسوماسيون وغادي تنقص معها لانفلاسيون. نهار الخميس خرج ايغالومون لي بي بي لانديس دي بري لا برودكسيون اللي خرج حتى هو احسن من التوقعات. اللي تيجي عاوتاني لي زانفيستيسور تيفكروا باش لوطو دانتيغي اللي غادي تطلع اللي باش تطلع لافي القيمه باش تطلع به لافي لوطو دانتيغي ماشي 75 بوان دو باز كيما دارت في لو موا دو جوان, مي 100 بوان دو باز. هادشي كله ضغط على لابي اورو دولار تيقوي لو دولار بالمقارنه مع الاورو. هادشي علاش هبط لو دولار قل من ان. يعني لو دولار تيتقوى ولكن بالمقابل الاورو تيضعف. علاش الاورو تيضعف؟ لان اولا كاين الحرب الاوكرانيه الروسيه اللي تتحط واحد الثقل كبير على الاورو بحكم التخوف من واحد الانهيار الاقتصادي واحد من ولا من واحد الازمه الاقتصاديه. وكاين التخوف عاوتاني من وقف الامدادات ديال البترول وديال الغاز. دايوغ في هذا الاسبوع لو غازودوك اللي كان تيمول اوروبا بالغاز تحبس باش دار عليه لا اون مانتونونس. ديك لا مانتونونس انوي اللي ديما اللي تدار عليه كل عام. لكن لي زانفيستيسور والمسؤولين عندهم واحد التخوف بان هذا التوقف ما غاديش يكون مومونتاني, ما غاديش يكون محدود, ما غاديش يكون مؤقت كما قالت روسيا, وانما خافوا باش يكون مستمر. يعني يطول. هادشي اللي تيزيد تيدير الضغط على الاورو وتيضعفو, لان لي زانفيستيسور تيبقاو يهربوا منه. حيت علاش؟ لان ملي تتكون واحد لاكريز المستثمرين راكم تتعرفوا بان لو كابيتال ولا الراس مال جبان. يعني المستثمر ملي تيشوف شي بلاصه فيها تيخاف على فلوسه, ملي تيخاف فيها المشاكل تيخاف على فلوسه يمشي للبلايص اللي
اللي غادي يكون مرتاح على فلوسه. يعني المستثمر غادي يمشي لسكون ابيل لي فالور ريفوج، واللي بين لي فالور ريفوج كاين بطبيعه الحال الذهب، وكاين الين جابوني، وكاين لو فرون سويس، وكاين الدولار الامريكي. يعني بارمي هاد بارمي لي فالور ريفوج ما كاينش غير هادو، مي بارمي لي فالور ريفوج لي فالور ريفوج دونك كاين الدولار الامريكي. اذا بالتالي المستثمرين تيفضلوا يمشيو للدولار الامريكي، والمستثمر كما قلت لكم تيهرب من البلايص فاش كاينين المشاكل، تمشي للبلايص فين غادي يضمن 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 فلوسه. وكما قلت لكم في شهر 6 في يونيو لا فيد اوغمونتي لو تو دانتي ديالها ب 75.2 بار 75.2 باس باردون 75.2 باس، ولابيسيو مازال ما خدات حتى شي قرار باش واش غتطلع لا لوتو دانتي ديالها ولا ما غاديش تطلعوا. وهذا الشيء يكون في هذا الاسبوع، في الاسبوع القادم ان شاء الله غادي نعرفوا واش غادي تطلعوا ولا ما غاديش تطلعوا. كاينين صراحة تبان لنا يقدر يطلع لوتو دانتي بواحد 0.25% 0.25% يعني 25.2 باز، مي المستثمرين بالنسبة لهم هاد 25.2 باز ماشي كافية، تينتظروا واحد 50 على الأقل واحد 50.2 باز، وهي اللي غادي تطلع في القيمة ديال الأورو. إذا المستثمر ملي تنطلعوا القيمه ديال ملي تنطلعوا لوطو دانتيغي، اذا طلعنا القيمه ديال طلعنا يعني البيمون على الفلوس، طلعنا يعني يعني طلعنا لا فالور ديال الفلوس والبيمون على الفلوس. اذا المستثمر فين غادي يمشي؟ غيمشي فين غادي يتخلص اكثر؟ فين اذا غادي يمشي للدولار اللي غادي يتخلص اللي غادي يتخلص عليه اكثر من عند الاورو. اذا المستثمرين تيخليو الاورو تيمشيو للدولار، هذا الشيء تيطر تيزيد تيهبط في لافالور ديال 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 الاورو دولار. زيد هكذلك بالنسبه من على المشاكل ديال اوروبا، كاين المشكل السياسي ديال اللي كاين دابا في انجلترا في لانجلترا بعد الاستقاله ديال بوريس جونسون. يطر واحد الفضيحه اللي وقعت ليه، يعني اللي تنشوفوا الدول الديمقراطيه، هو في الوقت ديال كورونا عرض على شي اصدقاء ديالو، اذا هنا وخرجوها ليه دابا ودفعته باش يدفع الاستقاله ديالو. وهاد الازمه السياسيه اثرت وضعفت من الاورو. وزيدها في هذا الاسبوع كذلك كان ماريو دراغي، الناس اللي تعرفوا ماريو دراغي هو لو بريديسيسور ديال كريستينا لاغارد، يعني سي ليكس بريزيدون ديال لا بي سي يو، لا بنك سنترال اوروبيان، اللي هو دابا رئيس الحكومه ولا رئيس الوزراء في ايطاليا. دفع الاستقاله ديالو ترفضت من طرف الرئيس الايطالي. واذا هذا الشيء تيبين كوم كوا غادي يكونوا مشاكل سياسيه في ايطاليا، وهاد ليفينمون بطبيعه الحال اثر على الاورو وضعفه. اذا المشاكل ديال اوروبا كثيره، منها والثاني المانيا لي بور لا بروميير فوا بوندون 20 اون انفيرون 20 اون وقع لها واحد العجز التجاري. يعني المشاكل غاديين وتتراكموا على اوروبا بخلاف امريكا اللي ريزولتام ديال لي ريزولتا اللي تنتوقعوا كلهم تيخرجوا مزيانين. البارح خرج عاوتاني لو ريزولتا ديال لي بري او ديتاي لي فونت او ديتاي، اللي خرج اكثر من التوقعات. ولكن رغم ذلك عوض ما نشوفوا لا بي او دولار تتهبط على لا باريتي وقع ان روبون. غادي نشوفوا مثلا في اش 4، غادي يبان لنا في اش 4 وقع ان روبون.
علاش؟ لان هو لو روبون دونك هاد لي بوجي فيرت دونك هنا يعوض، دونك هنا يعوض ما ينزلو لو كور لتحت طلع. لان علاش؟ لان كما قلت لكم لا فيد طلعت لو تو دانتيغ في شهر يونيو ب 75 بوان دو باز، وتتوقع باش ومن المتوقع باش عاوتاني طلعوا ب 75 بوان دو باز اخرى في هاد في لافان ديال هاد الشهر، يعني لو 26 27 جويي في لا ريونيون ديال لا بوليتيك مونيتير. وهاد الشيء وهاد لي زيفينمون، هاد لي ريزولتا اللي خرجوا في هاد الاسبوع من لي سي بي ولي بي بي ولي هاد الشيء كامل يجعل لي زانفيستيسور تيتوقعوا 100 بوان دو باز عوض 75 بوان دو باز. اذا بالتالي تيزيد لو دولار، تيتقوى اكثر. لكن اللي وقع هو ان جوج المسؤولين من لا فيد خرجوا وقالوا، خرجوا بتصريحات وقالوا بان 75 بوان دو باز كافيه، عوض 100 بوان دو باز اللي تيتوقعوا المستثمرين. من هنا ضعف شويه لو دولار بارابوا الورو، ودار هاد لو غوبون هذا. دونك هاد لو غوبون الي نورمال. علاش؟ لان حنايا في واحد لا زون اللي هي قريبه من واحد لا ريزيستونس اللي هي قويه بزاف، اللي هي ان، وقريبه من لا بوند انفيريور، من لا بوند انفيريور ديال لو كانال بي سي اللي هيبان لينا في الجورنالي. دونك الا شفنا لو جورنالي ها هو، دونك قريبا، دونك هنايا، دونك قريبا، دونك نورمالمون ديما في لو كانال هنايا اشاك فوا لي كور تيوصلوا لابورن انفيريور تيعاود تيدو لو روبون، تيوصلوا لابورن سوبيريور تيعاودو تينزلو انسي تسوي. دونك هنايا في لابورن انفيريور ديال لو كانال دونك كاينه لا بروبابيليتي باش يدار ان روبون، سوا يدار ان روبون حتى يوصل هاد لابورن سوبيريور، سوا عتخرج لابيسيو بواحد لا سوربريز في هذا الاسبوع وتقول لنا كوم كوا راه غادي يطلعوا لوطو بسيكونت او موان بسيكونت بوان دو باز عوض 25 اللي ديجا انونساو. دونك الا كانت هذه القضيه هذه الا خرجت لابيسيو بهذا القرار هذا، اذا هذا لو غوبون غادي يمشي، مي واش غادي يوصل لا بورن سوبر ولا ما غاديش يوصلوا، اسافوا على حسب لي زيفونمون اللي غادي يوقعوا من بعد. حيت بوغ لو مومون مازال ما كاين حتى شي، مازال ما كاينش شي ايفينمون، ما كاينش دي كاتاليزور اللي غادي يقوي الاورو بالمقارنه مع الدولار. كلشي لي زيفينمون كاين لا كرانت ديال لا ريسيسيون، يعني كلشي لي زيفمون تيمشيو للضعف ديال الدول ديال الاورو وتقويه الدولار. كاين لا كرانت ديال لا كريز ايكونوميك ولا على الاقل ديال اون ريسيسيون ايكونوميك اللي تجعل الاورو يضعف والدولار يطلع. كاين لا بيسيو اللي مازال ما خدات قرار على لو تو دانتيغي، الى خداتو الاسبوع الجاي يقدر يطلعوا لي طو، مي ا مون افي سي با سوفيزون، لان كاين الحرب، اللي ضاغطه بزاف على الاتحاد الاوروبي وضاغطه على الاقتصاد الاوروبي. يعني ما الى مازال ما كاينين دي زيفينمون اللي هادي اللي يكونوا دي كاتاليزور باش يقويوا الاورو، اذا تبقى دائما هاد لا توندونس بيسيير هي لا توندونس دو فون. ما بقى لي الا ان نقول لكم شكرا على انتباهكم، والى فرصه قادمه ان شاء الله.